من قبل الداخليه والمرور طبعا لعوده الانضباط للشارع المصري. ده كان اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للمرور، الف شكر. نروح مباشره في بث مباشر منين؟ من التحرير لداليا ابو عميره وضيوفها حول الترتيبات الاخيره اللي حصلت وشدت حيل الحكومه في محاوله لعوده الانضباط للشارع. داليا مساء الخير. مساء الخير استاذ معتز. ما فيش شك طبعا انه الخطوات اللي بتاخدها الحكومه علشان عوده الانضباط في الشارع احنا كلنا لامسينها. يمكن انا موجوده هنا في ميدان التحرير، المكان اللي انا واقفه فيه هنا تحديدا كان مليان باعه جائلين وكده. خليني اقول لحضرتك كمان انه عدى اسبوع تقريبا على زياره وزير الداخليه ورئيس الوزراء لميدان الاسعاف، الميدان المشهور اللي كان مليان باشغالات على الطريق وكده. الحقيقه انه لما بصينا على المشهد هناك من شويه الاشغالات يعني لازالت موجوده لكن مش زي الاول، يعني اما اتكلمت معاهم كمان قالوا لي ان هي هتتشال لكن بشكل تدريجي، مش يعني مش مره واحده وبشكل نهائي. كمان عندنا شارع طلعت حرب اللي هو برده كان شارع شهير جدا ومليان بالاشغالات. الحقيقه استاذ معتز يعني وجهات النظر اختلفت في مساله رفع الاشغالات، يعني بين طرفين. طرف شايف طبعا انه دي حاجه ايجابيه لانها بتضيف مزيد من السيوله المروريه في الشوارع ومظهر جمالي، لكن على الجانب الاخر كمان خليني اقول لحضرتك انه في ناس شايفه الجانب السلبي من ده وهم المتضررين منه. المتضررين منه هم اللي معايا دلوقتي على الهوا، عم سيد وهو يعني بياع موجود في شارع طلعت حرب بيقول لي من 35 سنه. مظبوط يا عم سيد؟ احنا المفروض عايزين نعرف منه بقى يعني هو يعني عايز ايه من الحكومه، شايف ايه اللي المفروض يحصل علشان يبقى الوضع مرضي بالنسبه له وبالنسبه للحكومه. اتفضل يا عم. احنا نحب الاصدار لبلدنا ونحب بلدنا كويسه ونظيفه وكل حاجه كويسه في بلدنا. اللي يحب البلد لازم يخاف عليها، لكن احنا النهارده انا راجل باكل عيش وراي بيت وراي اسره. طب انت النهارده لما مؤاخذه يعني شيلني من هنا حطني في مكان مناسب ان انا باكل بيه عيش ونظف الشوارع واعمل كل. احنا نحب بلدنا كويسه، كل اللي يحب البلد دي يحبها كويسه، دي بلدنا كلنا. ما عادش فكره البلد ولا حب مثلا يبقى بلدنا مثلا منظرها مش كويس او السلوك وحش او السلوك مش حضاري. نحب البلد كويسة والناس تبقى كويسة وكلنا نحب بعض. بس يعني انت شايف ان هم يعملوا ايه يا عم سيد عشان انت ما تبقى؟ اللي انا شايفه من الحكومة ان الحكومة برضو تراعي الناس اللي هي برضو بتاكل عيش. يعني النهاردة البلد النهاردة فيها بطالة وفيها عطالة وفيها ومفيش سيولة في البلد، فالنهاردة احنا بناكل عيش. النهاردة انت مشيني النهاردة تقعدني في البيت، طب هروح فين؟ فشيلني برضو حطني في مكان يكون مناسب اللي بياكل بيه عيش، وان شاء الله هتدوني بالايجار. يعني حتى لو تاخد مني فلوس ماشي، بس اديني مكان ان انا باكل عيش يعني اكل عيالي ومفيش حد مننا يطلع يخرج مثلا عن الاطار اللي احنا مش متعودين عليه يعني كده، وتبقى البلد ماشيه كويسه وكلنا نخاف على بلدنا. طيب محمد عايز اعرف منك بالنسبه لك شايف انه موضوع الاسواق البديله او توفير اسواق بديله ليك وللي زيك في الميادين والشوارع المختلفه؟ عايشين يوم بيومه، مش عايشين معانا املاك. انا ابويا سايب لي محل في طلعت حرب بس من داخل العماره وطول عمري بفرش في الشارع عبر عن جد. اروح فين دلوقتي؟ اروح سوق اكل فيه ازاي؟ ولا اكل عيالي ولا اكل بيت ابويا ولا اكل مراتي ولا اكل ابني؟ يعني شوفوا لنا حل بدل العربيات دي بتركن، احنا نركن زيها. يعني عملوا لنا متر في متر وكل واحد يدفع 1000 جنيه في الشهر في نفس المكان اللي انت فيه. يعني مساله ان انت تروح سوق بديل مش هينفع، مش هنعرف ناكل عيش. مفيش حد هيروح السوق، اللي بينزل وسط البلد مش هينزل لك السوق. طب كده احنا في اشكاليه طول الوقت يا محمد، يعني الحكومه بتبقى عايز تاخد اجراءات وانتوا في نفس الوقت عايزين يعني تسترزقوا زي ما بيقولوا تاكلوا عيش وكده. لازم يبقى في حل وسط، مش كده المفروض؟ يعني يا ريت ايه بقى؟ يعني قول لي ايه وجهه نظرك برضو. انت مصر ان انت تفضل في نفس المكان والحكومه عايزه يعني توسعه كده؟ انقل انا المحل بتاعي واروح فين؟ انا طول عمري في الشارع وابويا طول عمره في الشارع، هروح فين؟ ما انا مكاني على طول في التحرير، ما طلعت ما لقيتش الشغلانه اللي هي دي. طيب عم سيد يعني المفروض برضو انه انتوا تحديدا في ميدان طلعت حرب وطبعا زيه غيره ميادين كتير كان البياعين وكده سادين الشارع، ناس ما بتعرفش تمشي بالعربيات واحيانا ما بيعرفوش يمشوا على رجليهم. طيب لازم يبقى في حل، مش المفروض ان احنا يعني نتعاون كلنا او نساعد بعض كلنا عشان يكون في حل؟ يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي انا راجل بياع، لما بشوف واحد بياع ان هو مش واقف كويس انا حتى لما انا ماشي انا نفسي ببقى زعلان. يعني واقف في الطريق قافل الطريق لانه قافل طريق عليا وعلى غيري، مش عليا انا، مش كده عليا وعلى غيري. احنا عايزين البلد تبقى يعني فيها ازدهار وبلد كويسه، واللي يمشي يقول يعني مثلا ما يقولش البياعين دول مثلا المغزى ده. يعني انا لما اكون مثلا واقف مش كويس ممكن واحد يمشي اقول ده الراجل البلطجي، ده راجل مش كويس.
الكلمه دي حتى في دماغي، لازم اكون برضه راجل محترم، راجل برضه اخاف على المكان. بس غيرك ما بيعملش كده يا عم سيد، يعني خلينا نتكلم صراحه. اللي ما بيعملش كده بقى ده مصدق يا كده. انا بقول لك يعني انا واحد عن نفسي كده، لازم قبل ما حد يقول لي مثلا ده الراجل ده مش كويس، يعني انا مثلا واقف على الرصيف، اللي بعدي اللي ماشي لازم برضه يمشي مستريح، يمشي مثلا واخد راحته، انا برضه باحترامي. لكن ان انت تروح مكان تاني او سوق بديل او ما انت اشوف مكان تاني بس يكون مكان مناسب، ما انت مش حطيه في مكان ما فيهوش اي حاجه وتقول لي مكان اهو برضه انت يعني انت بتعجزني. يعني انا ماشي، انا حد كره خير البلد، انا اكره بلد تبقى كويسه، الخير البلد دي خير على اي حد، بس النهارده شوف لي مكان يكون مناسب ياكلني عيش وانا عم رايك المكان ده ونقعد فيه، مفيش اي مشكله. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ معتز. يمكن زي ما سمعنا هم طبعا بالتاكيد لان هم متضررين من الوضع ده، فهم رافضين انه يتنقلوا من المكان اللي هم فيه، وشايفين انه لازم يكون في البديل، او يعني لو هم هيسيبوا مكانهم يكون البديل مناسب بالنسبه لهم. طبعا يعني انتوا الحكومه اتكلمت معاكوا او كده؟ لا، هو الحكومه اتكلمت معانا يعني ايه، يعني انا اتكلمنا من بعد الثوره، يعني بعد الثوره قريب في الفتره الاخيره، الاسبوع الفتره الاخيره الاسبوع الاخير ده جت بتوع المباحث مشكورين، يعني مش يعني الناس ما عملتش حاجه غلط معانا، والناس يعني مثلا اتجنبوا شويه. ما اتكلموش معاكم في نقل؟ لا في النقل لا. يمكن لسه ما اتكلموش معاهم، لكن الحكومه اتكلمت مع غيرهم زي اللي موجودين في ميدان الاسعاف اللي انا اتكلمت معاهم النهارده. بالفعل يعني المفروض انه بيتم نقلهم بشكل تدريجي، واعتقد بالنسبه لهم هنا كمان هيتم الموضوع ده، بس على يعني على مدى طويل اعتقد، مش بسرعه. داليا قبل ما تمشي يا داليا، عايز اعرف لما اتكلمتي مع الاطراف المختلفه، لانه بيني وبينك النقاش اللي داير ده رغم ان انا مستمتع بيه جدا، بس حاسس ان في طرف اساسي غايب عن هذا الحوار وهو الحكومه. يعني هم طالبين، يعني ما الحكومات بتنتخب ولا بتشكل ليه؟ علشان تخدم المواطن. طب دلوقتي ده المواطن قاعد بيقول لها انت هتمشيني من هنا، بس انا اكل عيشي وانا دي مهنتي ومهنه ابويا ومهنه جدي وما اعرفش امشي من الحته دي. الحكومه قبل ما بتقدم على قرار زي ده، احنا سعداء طبعا بانه يبقى الشارع ينضبط، ما بتبقاش مفكرة في البعد الاجتماعي؟ انت معلوماتك ايه في المسألة دي؟ والله يا استاذ معتز، يعني زي ما قلت لحضرتك اللي انا اتكلمت معاهم النهارده كان منهم كمان على فكره مسؤولين، يعني مسؤولين موجودين وسط البياعين اللي موجودين في ميدان الاسعاف. اما اتكلمت معاهم قالوا لي ان هم بالتاكيد مراعيين كل الابعاد دي، لانه ما ينفعش يعني في يوم وليله زي ما بيقولوا كده ناس قاعده هنا بقالها سنين، يمكن من بعد الثوره الثلاث سنين اللي فاتوا هم مستقرين ومقيمين في المكان ده وباكل عيشهم وبيبيعوا طبعا لناس يعني اعتقد مستوياتهم الاجتماعيه والماديه بتحتاج للبضائع اللي هي بالاسعار دي. فقالوا لي ان ده ما ينفعش يحصل زي ما قلت لحضرتك بشكل وقتي، يعني في لحظتها كده مش هينفع. هم المفروض اتفقوا معاهم واتكلموا معاهم مراعاه لحالتهم والاوضاعهم انه يتم نقلهم بشكل تدريجي، وفي مكان بالمناسبه استاذ معتز المكان كمان اللي هينقلوهم فيه زي ما اتقال لي مكان قريب جدا من ميدان الاسعاف، يمكن على بعد خطوات منه، وهيبقى سوق مفتوح باسعار قليله. طيب إليك أستاذ معتز، إيه رأيك يا داليا لو يبقى ده موضوع كده تغطية يعني مكثفة كده، وتعمل لنا ريبورتاج موسع على الموضوع ده ونقعد نستعرض فيه المشكلة بأبعادها وتحاوري كل الأطراف في القريب العاجل، تكليف على الهوا. شكرا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا داليا أبو عميرة من ميدان التحرير وميدان الإسعاف، حيث تسعى الحكومة لإزالة إشغالات الطريق تمهيدا لعودة الانضباط للشارع المصري على الأقل في هذه المنطقة المزدحمة. على كل حال لو بنتكلم أنه حكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وليها ملامح، أبرزهم تغيير وزير الخارجية السفير نبيل فهمي، يعني نقول إيه، يغادر الوزارة، مش عايزين نقول حاجة تانية، يغادر الوزارة بعد أن أبلى بلاء حسنا أكيد وبنشكره. والسفير سامح شكري سفير مصر سابقا في واشنطن،
يتولى هذه الحقيبة ملفات مصر الخارجية، ويعني عدد من السيدات المصريات على رأس عقائب وزارية، وأيضا إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام كما يقتضي الدستور المصري، وأمور أخرى كثيرة. بكرة إن شاء الله المعلومات اللي عندنا، وهي مصادر مقربة من برنامج مصر الجديدة، قالت لنا إن الحكومة الجديدة هتحلف اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إن شاء الله. والمعلومة اللي عندي إنه هيتم حلف اليمين في 6 صباحا. هل ده معقول؟ هنشوف. معرفش، هل دي رسالة بتتقال إن اللي هيجي وزير بعد كده هيصحى 5 الصبح فعلا طيب عشان يشتغل ويدي بلده، بس هيلحق يتفرج علينا ده ولا هيكون نام؟ احنا هنطلع له بدري.